أصحابي، من شوي خلصنا Dead Space 1 Remake. هلأ الاستريمات اللي فاتت أنا رجعت لها وطلطلت عليها، خاصة في الأماكن اللي عدت أقرأ فيها نوتات عشان نعمل ملخص للقصة، وعملت. وآخر استريم عملناه حطيت بعض النوتات اللي كملت التلخيص. فأنا حابب ألخص لكم قصة Dead Space لأنها بصراحة قصة حلوة، وبرضه ممكن نعتبرها زي هيك مرجعية لإلنا لما إن شاء الله يعلنوا عن 2 ريميك. هلأ إحنا شفنا النهايتين للعبة، النهاية الكانون الأصلية اللي أوريدي شفناها في اللعبة الأصلية، اللي هي هجوم نيكول المتحولة على آيزك. وطبعا هذا يعتبر وهم مش حقيقة، لأنه نيكول عرفنا في اللعبة إنها ميتة وقتلت حالها، والنيكول اللي كان يشوفها آيزك في اللعبة ما هي إلا شخصية أخرى، هلأ بوضح في التلخيص. والنهاية الثانية اللي شفناها إنه آيزك صار واقع بشكل كامل تحت سيطرة الماركر ومبسوط وبضحك ضحكة السايكا تبعته هاي، والمركبة كلها علامات الماركر، فمبين إنه خلص وبيحكي مع نيكول بأريحية كأنها واقفة جنبه. وآخر إشي حكى إنه أنا رح أبني إشي رح يكون مفاجأة. طبعا هذا واضح إنه تلميح إنه آيزك رح يبني كمان ماركر آخر، فبالتالي هون واضح إنه مش هاي النهاية الكانون ولا النهاية اللي رح ينبنى عليها تو. اللهم هيك نهاية بديلة، خلينا نقول نهاية سيئة ونهاية كارثية لآيزك. حبت شركة EA إنه تضيفها للعبة، إضافة حلوة صراحة، إضافة بتلخم بتقول دام إيش فيه. بالنسبة لقصة Dead Space، هلأ هي حسب النوتات بتحس إنه القصة بتجري في فترات زمنية مختلفة. الفترة الزمنية اللي بتجري فيها الأحداث تبعت اللعبة اللي إحنا بنلعبها هي 2508، بس قبل 2508 كانت صايرة كارثة مش طبيعية قبل مئات السنين، وتحديدا بال 2214. بال 2214 بقول لك إنه الأرض بطل فيها موارد وبطل فيها ريسورسز تخلي الحياة تمشي، فصارت الحكومة السائدة وقتها تبحبش تطلع مصادر، فبالآخر استخرجت إشي اسمه البلاك ماركر. بلاك، ركزوا على اللون، بلاك ماركر، الماركر الأسود، واللي لقته حسب ما قرأت في النوتة في خليج المكسيك. هلأ هذا البلاك ماركر عمايله نفس عمايل الريد ماركر اللي شفناه في اللعبة. هلأ أول ما استخرجوه وعملوا بحوثات عليه تبين إنه هو مصدر كبير للطاقة، فكيفوا بقول لك أوه مصدر للطاقة، طب هات ندرسه، هات نصنع منه أكتر. ولكن بعد مرور فترة من الوقت لاحظوا إنه الناس اللي حوالين الماركر صار يصيبهم هذيان وهلوسات وخرف، تمام؟ ومش بس هيك، صاروا يتحولوا لوحوش زي ما شفنا اللي هم النيكرومورفز. هذا الماركر الأصلي، هذا الماركر اللي خلينا نقول تابع للفضاء والفضائيين، تمام؟ البلاك ماركر. هلأ كيف وصل الأرض وكيف كان في هداك المكان مش معروف، هذا الإشي ما لقيت له تفسير لا في نوتات اللعبة ولا في الاستريمات اللي عملتها. كيف إجا من الفضاء للأرض واندفن في خليج المكسيك ما بعرف، بس لما استخرجوه اكتشف انه هو مصدر رائع للطاقة. وموضوع انه هو بصيب الناس بالهذيان والخرف وصار في ناس تتحول لوحوش، هذا طنشوه وحطوه عجنب وكملوا. قال لك إذا عملنا هندسة بشكل معين وصنعناه مرة تانية بشكل آخر ممكن نستفيد. طبعا موضوع البلاك ماركر وخلينا نقول الوباء اللي تفشى عام 2214، هذا الحكومة السائدة وقتها غطت على الموضوع وسكرته ودفنته، تمام؟ وكملت في اللي هي بدها إياه وصنعت الريد ماركر. الريد ماركر اللي شفناه في اللعبة، الريد ماركر اللي شفناه في اللعبة. ولكن عشان ما تتكرر كارثة الـ 2214 اللي هو الوباء اللي تفشى وقتها، حكت خلينا نبعته بالفضاء وبالتحديد لمستعمرة ايج 7
شفناها هاي المستعمرة وقرأنا عنها في اللعبة. نبعته لمستعمرة ايجس 7 تمام، وهناك خلينا نحطه ونعمل التجارب هناك بعيد عن كوكب الأرض. وبرضه بنفس الوقت صارت نفس الميمعة في مستعمرة ايجس 7 وتفشى نفس الوباء، لا عرفوا يفهموه ولا عرفوا يعملوا اشي، ورجعت انعادت الكارثة مرة تانية في ايجس 7 تمام. هذا الحكي كله قبل قصة ديد سبيس. هلأ في واحد اسمه ألتمان، هذا عالم جيوفيزيائي، يعني عالم في علم الأرض والفيزياء. بحكم شغله درس موضوع البلاك ماركر في كوكب الأرض واكتشف البلاوي الزرقاء اللي بيعملها البلاك ماركر يعني، فصار بده يفضح الحكومة ويطلع الأسرار اللي هي دفنتها. هلأ هون الحكومة والناس ذو المناصب العالية حكت انه هو شخص متخلف ولزقت فيه كتير تهم، وبالآخر مات بشكل غامض، واضح انهم اغتالوا. بس ادعاءاته هاي خلينا نقول هي كانت بذرة نشأة كنيسة اليونيتولوجي، الكنيسة الموحدة أو كنيسة الوحدة. هدول التابعين للكنيسة هاي صدقوا ألتمان واعتبروه زي الشهيد تمام، وآمنوا بالادعاءات تبعته، والكنيسة هذه كبرت كتير. ليش؟ لأنه انضم لإلها كمان ناس من الحكومة ومن ذوي المناصب العالية وكان عندهم شعار إنه البلاك ماركر هو المفتاح للحياة الأبدية والوصول إلى الجنة. ولكن في شغلة لازم يعملها الواحد بالأول، لازم عشان توصل للحياة الأبدية والجنة تبعتهم هاي لازم تموت، لازم تموت وتتبرع بجثتك للكنيسة، بعد هيك بتوصل للحياة الأبدية والجنة تبعتهم هاي. في شغلة تانية بهاي الكنيسة إنه مش بس أي حدا ممكن ينضم لها، بدك تدفع فلوس عمي، بدك تدفع فلوس لأنه هاي الكنيسة فيها رتب 1 2 3 4، كل ما بتدفع أكتر كل ما بتزيد رتبتك أكتر. وأعلى إشي أو أعلى رتبة في هالكنيسة رتبة اسمها فيلق الكنيسة المقدس. هناك قال اللي بيموتوا بنحطوا في كبسولة ركود معمولة بطريقة هيك مرتبة، وبتحافظ على جثتك لفترة كتير طويلة، وبتكون ضمن فيلق الكنيسة المقدس. هلا ليش بحكي على هاي الرتبة؟ لأنه في واحد لقدام جحش في اللعبة عرفناه اسمه ميتايس، كابتن ميتايس، انوعد بهاي الرتبة. هلا بقولكم بس شو كان المطلوب منه. الكنيسة عندها كمان شغلة انها كانت تبني زي منشآت ضخمة، وهذه المنشآت مليانة جثث الناس اللي بيأمنوا بالكنيسة هاي، لانه زي ما قلت لكم هم اهم اشي عندهم انه تموت، ولما تموت يحتفظوا بجثتك، فهم معنيين بالجثث، وهم معنيين بالجثث. هلأ في شغلة كارثية بتخص الكنيسة، الماركر بشكل عام الماركر شغلته انه يتكاثر، والماركر كيف بيخلي الوحوش تتكاثر؟ بيعمل تجديد للأنسجة الحيوية الميتة. يعني الشخص لما يموت الأنسجة الحيوية تبعته الميتة، الماركر هذا الفضائي اللي الله أعلم شو أصله بيحيي هذه الخلايا وبيخليها تتجدد، بيكونوا على شكل وحوش. فالكنيسة اللي بتعمله إنه هي قاعدة بتحتفظ بالجثث، بتحس هذا الموضوع كأنها الكنيسة قاعدة بتحوش وقود للماركر. يعني تخيل الماركر لاقي كمية هالجثث الكبيرة التابعة للكنيسة، كل هالأنسجة الحيوية الميتة، فالماركر شو بعمل؟ بشعلل. إذا لاحظتوا في اللعبة في كتير غرف كانت فيها كتير علامات الماركر، وفي كتير جثث مرمية على الأرض ومغطي وجوههم. هدول ناس تابعين للكنيسة وآمنين إنه لازم يتبرعوا بجثثهم، وكانوا خلينا نقول هيك الوقود الأولي للماركر الأحمر اللي كان في اللعبة. هلأ هون بدنا نحكي عن آيزك. هذه النوتة اللي قرأتها في بداية اللعبة للأمانة إنها رهيبة. بالنسبة لآيزك النوتة اللي قرأناها في أول اللعبة بتبين
نوعا ما خلفية قصصية تخصه، بالتحديد بتخص أبوه وإمه. أبوه اسمه بول وإمه اسمها أوكتافيا. أبوه مهندس معماري شاطر جدا، وإمه صار عندها هوس في موضوع كنيسة اليونيتولوجي، هاي كنيسة الوحدة، واستثمرت كتير فلوس في هاي الكنيسة وباعت كتير شغلات وممتلكات بتخصهم للكنيسة هاي. فخلينا نقول أوكتافيا كانت عضو مهم في كنيسة اليونيتولوجي. آيزك كان شاطر كتير في موضوع الميكانيكا والهندسة الكهربائية، فتخرج برتبة عالية، ولما اشتغل برضه كان شاطر على الآخر وأخذ ترقية بسرعة يعني. بس المشكلة إنه إمه صار عندها حالة نفسية واكتئاب ومرضت، وكانت حالتها جدا صعبة، واضطروا انهم يبعتوها للمستشفى، مستشفى تخص الامراض النفسية هاي. وهناك كانت ام ايزك تحت رعاية نيكول برينن اللي هي صديقة ايزك. يعني ايزك تعرف على نيكول في المستشفى اللي كانت تتعالج فيها امه. هون انا هاي قصة كيف تعرف على نيكول ما كنت اعرفها، فبالريميك توضحت. التنين حبوا بعض. بعد هيك تم عرض وظيفة لنيكول إنها تشتغل في سفينة إيشيمورا، لأنها كانت شاطرة كتير، فقالوا لها تعالي اشتغلي في سفينة إيشيمورا. وهون آيزك شجعها وقال لها روحي. بهذه الفترة كمان نيكول أعطت إذن بالخروج لأم آيزك. شافت إنه أمه تحسنت، شافت إنه الأم اتحسنت، فقالت لها روحي ارجعي لبيتك ولأهلك. بس المصيبة والكارثة، المصيبة والكارثة انه اكتشفنا انه امه ما كانت كويسة، وامه حالتها صارت زي الزفت، وامه بعد ما تدهورت حالتها قتلت ابوه بعد ما رجع من احدى السفريات الشغل تبعته، قتلت أبوه وقتلت حالها. هلأ هذا الموضوع طبعا كان صدمة لآيزك، وآيزك فش خلقه في نيكول واتهمها إنه هو مش قصة اتهمها يعني عاتبها وقالها أنت كيف بتطلعيها من المستشفى وكيف بتقول إنها تحسنت، هيها قتلت حالها وقتلت أبوي وقصة. وبعدين في كارثة تانية إنه جثث أبوه وإمه حاول هو إنه يحصل عليهم عشان يدفنهم، أبوه وإمه ما قدر، لأنه العقد اللي بين إمه والكنيسة اليونيتولوجي إنه هي بس تموت الكنيسة تأخذ الجثث، هي يعني جثتها وجثة الأب، بس يموتوا الكنيسة تأخذ الجثث. يعني تخيلوا وضعوا هذا، فما قدرش ياخد جثث أبو أمه والكنيسة احتفظت بجثث أبو أمه. مش عارف هذا الموضوع شو ممكن ينبنى عليه في Dead Space 2 ريميك إذا أعلنوا عنها، لأنه شغلة حلوة يكون في هيك إشي بخص أهل آيزك، لأنه بالنسبة لأهل آيزك إحنا بس قرأنا هدول النوتات، القصة بتأشعر البدن وحلوة، فلو بنوا إشي زيادة عليه في ريميك 2 بيكون إشي خرافي. بتذكر هاي الجملة إنه الأب كان في مهمة سرية بس شو هي مش معروف، يعني هدول لغزين. إيش كانت مهمة أبوه السرية أبو آيزك؟ مش معروف. وكيف هذا البلاك ماركر وصل الأرض؟ أنا يا خوف الأب بيكون هو اللي صنع الريد ماركر، أنا يا خوفي تكون مهمة الأب السرية انه يكون هو اللي صنع الريد ماركر، لانه ابوه مهندس معماري، بعدين بتذكر اركيتكتشر مهندس معماري، فانا يخاف يكون هو اللي بنى الريد ماركر. تكون كارثة على فكرة، يكون هذا الشخص اللي اجى ينقذ يكون ابوه اللي تسبب في البلاوي. بس هو طبعا ما رح يكون بناه على مزاجه، ما رح يكون بناء على مزاجه، رح يكون تحت تهديد. هلأ خلينا نرجع لكوكب الأرض. الحكومة اللي سائدة حاليا اسمها EarthGov. هلأ زي ما فهمنا انه الأرض فيش فيه مصادر
وفيش فيه موارد، نشف على الآخر. هلأ هون الحكومة لقت إنه واحدة من الطرق اللي ممكن من خلالها نجيب موارد طاقة للأرض هي من خلال تكسير الكواكب اللي قرأنا عنها قبل شوي هلأ في الستريم. تكسير الكواكب Planet Cracking، بقول لك إنه بما إنه الأرض فيش فيها مصادر طاقة، فخلينا نطلع على الفضاء نكسر الكواكب وناخذ مصادر الطاقة اللي فيه ونرجعها للأرض. فبقول لك آه والله طريقة فظيعة هاي. وفي شركة استلمت هذا المشروع اللي هي اسمها CEC بقيادة مدير اسمه إيكهارت. هلأ CEC هاي شغلتها إنه تبني سفن ضخمة زي إيشيمورا، وهدول السفن تبعتهم للكوكب اللي فيه مصدر طاقة، وهناك خلينا نقول بعده بفترة من 2.5 لـ3 لحد ما يدرسوا الكوكب ويستخرجوا الموارد و بدهم من 2.5 لـ3 بعدين هذه الموارد برجعوها الأرض. هذا هيك بشكل مختصر ومبسط لموضوع البلانت كراكينج أو تكسير الكواكب. هلأ ليش إيشيمورا هاي تعتبر سفينة أسطورية؟ لأنه هي أول سفينة بنتها CEC كأنه عام 2400 وإشي، وبعتت لكتير كواكب واشتغلت شغل منيح يعني، عشان هيك هي تعتبر سفينة أسطورية وبتحسوا أنه إلها قيمة وإحنا نلعب ديد سبيس. والمهمة اللي بتعملها إيشيمورا في ديد سبيس سموها الفاينل ميشن، آخر مهمة. هلأ بقولكم شو هي. بس في شغلة برضو هذه هلأ كتبتها وأنا بلعب، في البيئيين أو الانفايرومنتاليست هدول ناس بيهتموا في البيئة، بقول لك إنه موضوع تكسير الكواكب هذا يا بقر رح يعمل خلل في النظام الشمسي. أنت من كل عقلك بدك تكسر كواكب ونجوم وما تعمل خلل في النظام الشمسي؟ رح تعمل خلل، لأنه ممكن يصيروا الكواكب يدوروا بسرعات مختلفة ويخبطوا ببعض ويتصادموا في بعض ويعملوا خلل في الجاذبية وبلاوي زرقة. CEC عملت زي حكومة الأرض، طنشت ومشيت بالهدف اللي بدها إياه، بدها طاقة للأرض، بدها مصادر للأرض، الأرض نشفت. بالنسبة لمهمة إيشيمورا الأخيرة واللي خلينا نقول هون صارت أحداث ديد سبيس عام 2508، آخر مهمة لسفينة إيشيمورا إنه تروح لمستعمرة Aegis 7 اللي اندفن فيها الريد ماركر إذا متذكرين، على أساس أنه تستخرج موارد ومصادر للطاقة وترجعهم للأرض. طبعا هذا قصة تستخرج موارد ومش عارف شو، هذا كله غطاء للإشي الأساسي والهدف الأساسي. الهدف الأساسي هو استخراج الريد ماركر، استخراج الريد ماركر وإرساله لكنيسة اليونيتولوجي. ليش؟ لأنه مدير CEC الحالي واللي اسمه إيكهارت هذا تابع لكنيسة اليونيتولوجي وبيآمن بكل مبادئها، فبده الماركر. غير هيك كابتن سفينة إيشيمورا ميثايس أيضا هو صديق إيكهارت وأحد أعضاء كنيسة اليونيتولوجي. باختصار إذا متذكرين في آخر اللعبة شفنا قرأنا نوتة فيها أسماء كتير ناس من مناصب راقية، هدول كلهم يونيتولوجي، وشفنا صورهم على الحيط، هدول كلهم يونيتولوجي، هدول كلهم طالعين عشان يجيبوا الريد ماركر يرجعوه للكنيسة. بذكركم بشغلة إنه ميثايس هذا اللي هو كابتن إيشيمورا حكوله أنت المسؤول حاليا على إحضار الريد ماركر وإرساله لكنيسة اليونيتولوجي، بالمقابل رح تضمن لإلك كبسولة ركود هيك أصلية مرتبة ورح تكون ضمن فيلق الكنيسة المقدس. زي ما قلت لكم هذا الإشي هو أعلى رتبة في الكنيسة، فطبعا هذا ميتايس اللي بيآمن في الكنيسة تبعت اليونيتولوجي ما صدق وقال لهم أكيد رح أخذ إيشيمورا واللي فيها ونجيب الريد ماركر ونقلبها دندرة. زي ما شفنا في اللعبة إيشيمورا وصلت لمستعمرة Aegis 7 واستخرجت الريد ماركر، والوباء اللي تفشى قبل مئات السنين مع البلاك ماركر إذا متذكرين على كوكب الأرض رجع تفشى مرة تانية في مستعمرة Aegis وفي سفينة إيشيمورا، وشفنا الأيام كيف قامت على السفينة بعد ما وصل آيزك. بعد ما سفينة إيشيمورا اتفشى فيها الوباء بعتت رسالة استغاثة لكوكب الأرض بالتحديد لحكومة الإيرث جوف، بعتت رسالة استغاثة لإلهم، والإيرث جوف هاي بسبب رسالة الاستغاثة بعتت
سفينة آيزك. السفينة تبعت آيزك اسمها كيليان. هاي السفينة فيها آيزك وفيها مشرف المهم اللي هو هاموند، وفيه تشين أول شخص تحول، وفيه مساعدة الكابتن اللي هي أعتقد اسمها جوستن، وفيه كيندرا دان كيندرا دانييلز أو دانييلز كيندرا. هلأ هذه المفروض إنها معهم وجاية تساعدهم وتشوف شو صار في إشيمورا، ولكن زي ما شفنا في آخر ستريم هذه جاية كعميل مزدوج، هي تابعة لحكومة الأرث جوف، وجاية تاخد هي الريد ماركر وتبعته لكوكب تاني تحت رعاية الأرث جوف. شفنا بالآخر كيف إنه أتلت دكتور تيرنس كوين اللي كان بده يرجع الريد ماركر لمستعمرة إيج 7، قتلته لأنه اقتراحه يتعارض مع خطتها، ولما شافت إنه آيزك وافق قالت هيك ما بزبط، هيك ما بزبط، فقتلته عشان هي بدها تمشي بخطتها. وشفناها كيف أخذت السفينة وراحت، بدها تمشي في خطتها، بدها تأخذ الريد ماركر وتحطه في كوكب تابع لحكومة الأرث جوف عشان هي بدها تكمل تجارب عليه حكومة الأرض بس في مكان تاني. واحد من أعضاء كنيسة اليونيتولوجي واللي اسمه دكتور تيرنس كوين شفناه في آخر اللعبة، تيرنس كوين اللي اقترح إنه الريد ماركر خلينا نرجعه لمستعمرة إيج 7، وأعتقد إنه إذا رجعناه لمكانه رح يهدى الوضع ويبطل في وحوش. هلأ هذا أوكي، هو كان أحد أتباع الكنيسة بس ما كانش عارف كل إشي. هو حلل الموضوع بعد ما وصل المستعمرة واستخرجوا الريد ماركر، انجنت الدنيا وصارت فيها الوسات وصارت فيه وحوش، و 40% تقريبا من مستعمرة ايج 7 من سكانها يعني صار عندهم هذيان وهلوسات ووحوش وسخام ولطام. فبقول لك عمي هذا كله مربوط في الريد ماركر، ومين صدقه طبعا ومشي ورا كلامه؟ نيكول. فهون اقترح علينا تيرنس وحكى انه لو رجعنا الريد ماركر لايج 7 اعتقد رح يهدى الوضع، لانه الريد ماركر طلع وحش اللي هو الهايف مايند، الوحش الكبير هذا اللي قتلناه اخر اشي، واللي من خلاله قاعد بيتحكم ذهنيا بالوحوش. اذا ودينا الماركر لمكانه الاصلي في ايج 7 رح يهدى الهايف مايند ورح يبطل في وحوش. هلا هون ايزك صدقه لانه فيش حل تاني، ونوعا ما حس انه حله منطقي وقال له ماشي، انه زي ما شفنا في اخر الستريم رد عليه وساعدناه انه نوصل الريد ماركر لمستعمرة ايج 7، ولكن صارت طبعا في عواقب. هذا في البداية لما اكتشف انه الريد ماركر هو سبب البلاوي الزرقاء حاول يقنع كابتن ميتايس المجنون، هو ما اسمه ميتايس، ميتايس يعني متايس، حاول يقنعه ويقول له يا عمي لا تجيب الريد ماركر على السفينة تبعت إشيمورا، خلينا ندرسه بالأول وما تبعته للكنيسة بسرعة لأنه في خلل، في إشي مش مزبوط. ميتايس المتايس طنش وحمل الريد ماركر على السفينة، ومين صدق دكتور كاين؟ زي ما شفنا نيكول حاولت تساعده بس فشلت. وميتايس المتايس بالرغم من الوباء اللي تفشى في مستعمرة إيج 7 قطع كافة وسائل الاتصال في المستعمرة ورفض انه يساعد اي حدا، رفض انه يساعد اي حدا. هلأ هون دكتور كوين مع خلينا نقول مع زملاء لإله حاولوا يتمردوا على ميتايس، تمام، وفي عملية التمرد هاي اذا متذكرين اللقطة اللي شفناها في اللعبة بقتلوه بالغلط، بقتلوا ميتايس المتايس بالغلط. بعد هذه الحفلة بتقوم القيامة لأنه الريد ماركر اتحمل أوريدي على السفينة وما رجع وصارت الدنيا كلها وحوش. ومين باخد شعلة ميتايس المتيس وبيكمل؟ اللي شفناه دكتور ميرسر المجنون هذا، أنا بسميه هذا أوزويل سبنسر ديد سبيس. هذا عنده هوس إشي اسمه ماركر، باخد شعلة ميتايس المتيس، تمام، وبيكمل تجاربه، وتجاربه بتكون كارثية لأنه باخد تعين اليونيتولوجي نفسهم، تعين كنيسة اليونيتولوجي نفسهم، وبعمل عليهم التجارب من ضمنهم اللي شفناه الهانتر اللي بيموتش نهائي هذا وبيضل يلحقنا، وبالآخر حرقناه بنار المركبة. هذا كان واحد من التجارب اللي عملها دكتور ميرسر.
وبرضه شفنا شغلة انه الماركر لعب لعبة غريبة، انه خلى ايزك يتهيأ له انه هو عم بيشوف نيكول، ولكن نيكول هاي بالحقيقة هي اليزابيث، وهذه اليزابيث كانت تشتغل في الزراعة المائية في إشيمورا، وإليزابيث كانت تشوف آيزك حبيبها جايكوب. نيكول ميتة، نيكول قتلت حالها يا جماعة الخير، ولكن شكله آيزك عمل حجب لهاي الذكرى، لأنه نيكول قبل ما تقتل حالها وتموت بعتت رسالة لآيزك بتقول له أنا بحبك بس أنا مش قادرة أتحمل الوضع، لأنه احنا شفنا نيكول حاولت كتير تقاوم وتقاتل كنيسة اليونيتولوجي وتحاول تحل الأمور، بس واضح انه الوضع خرج عن السيطرة، فهي ما تحملت الوضع، ما تحملت الموت اللي حواليها، وخافت يصير فيها زي ما صار في ناس تانية، فشفناها كيف حقنت حالها في الإبرة وماتت. هلأ هاي الرسالة شافها آيزك، آيزك شافها بس كنه من الصدمة حجبها، ممكن هذا ما تفسر، ما بين شو صار، ممكن من الصدمة حجب هاي الذكرى، ممكن الماركر حجبها من عقله عشان يستغله ويخليه يشوفها كهلوسة ويعطيه هدف انه يكمل ويدور عليها بس هي اوريدي ميتة. كان هذه لفها الماركر عشان يحاول يوصل لمبتغاه، بس بالاخر شفنا دانييلز اللي هي العميل المزدوج شفناها بتقتل اليزابيث، هي بدهاش تخلي حدا على قيد الحياة لانه مهمتها مش بس تجيب الريد ماركر وتحطه في كوكب تاني، برضو مهمتها تنسف أي دليل وأي إشي يتعلق بإيج السيفن، الوباء اللي تفشى، الوحوش اللي موجودين، هي بدها تنسف كل شيء. يعني زي ما حكيت أنا في الستريم، هي بدها تأخذ الريد ماركر وتحطه في مكان تاني واللي وراها يولع بغاز، وهي معنية يولع بغاز لأنه سفينة إشيمورا من ضمن الشغلات اللي هي فيها إشي اسمه صفيحة تكتونية، شفنا الصخرة الكبيرة هاي اللي وقعت على المستعمرة، هذه الشغلة كانت معنية فيها كندرا إنه تفلتها وتوقعها على المستعمرة عشان إيش تعمل إبادة كاملة وما يكون في أي دليل على اللي صار. وشفنا آخر إشي كيف إنه آيزك، احنا هون رح نحكي عن نهاية الكانون، شفنا آخر إشي كيف إنه آيزك فكر حاله انه خلص نجا واخذ هالسفينه وتفادى الصفيحه التكتونيه هاي اللي دمرت الدنيا، بس بنكتشف انه هو لساته واقع تحت وهم الماركر، والماركر لسه قصته ما انتهت. وشفنا كيف انه نيكول على اساس نيكول المتحوله هجمت عليه وقتلته، بس طبعا هذا كله وهم لانه هذه بتكون بدايه ديد سبيس 2 الاصليه، بدايه ديد سبيس 2 الاصليه بتبين لك انه المشهد اللي شفناه هون كان وهم لا آيزك. يس، حبيت أعملكم هالملخص البسيط المبسط اللي كله بساطة لأنه بصراحة قصتها حلوة، أنا بحب قصة ديد سبيس، ولأنه فيها ماضي وحاضر وإشي قبل مئات السنين، وفي ماركر أصلي، والماركر الأحمر هذا ماركر مصطنع، فحسيت ممكن يصير في لخبطة، حسيت ممكن يصير في هيك تشابك بالأفكار، فقلت يمكن بهذا الملخص البسيط تتوضح الصورة أكثر وتتوضح القصة، وزي ما قلت لكم يكون زي هيك مرجع لإلنا لما يعلن إن شاء الله عن Dead Space Remake 2 إنه نتذكر قصة 1 ونكمل منها 2. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في التلخيص، وأتمنى أن تكونوا حبيتوا التختيم في قناة Geeks Stream. إذا في أي سؤال بخصوص اللعبة إشي مش واضح احكوا لي في التعليقات، لأنه هذا الفيديو أكيد حتشوفوه على القناة الأساسية Geeks، وأنا إن شاء الله رح أجاوب عليه لأنه بصراحة قصة اللعبة بتستاهل وجميلة جدا. يا والله شكرا لكم يا Geeks، وشكرا للدعم الأكثر من رائع. أريغاتو أريغاتو غوزايماسو.